وهو يفعل ذلك يعتقد أنه لا يؤذي أحد، ولا يعرف أنه هو نفسه الضحية. لا يعرف أنه ينحدر إلى طريق الإدمان، إدمان ليس كباقي الأنواع من الإدمان، لأنه متوفر للجميع ولا قيود عليه، ولأنه يترك أثراً لا يمكن محوه من أدمغة المصابين. هذا الأمر منتشر بشكل كبير، ولكن لا يوجد من يتحدث عنه. في جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي للدكتورة ماري آن لايدن، قررت أن إدمان الأفلام الإباحية أخطر مهدد للصحة النفسية، وأنه أخطر من إدمان الكوكين. It robs them of the chance to be the kind of men they know they can be. It robs their family, their community, and their country of all that they could have offered. أصبحت الأفلام الإباحية الوسيلة الأساسية لنشر وتعليم الثقافة الجنسية في بلادنا، نظرا لعدم وجود خطة واضحة لنشر الثقافة الجنسية الصحيحة، مما أدى إلى وجود ثقافة مبنية على أسس خاطئة بل ومنحرفة. هناك دائرة مغلقة للإدمان وألف المعصية تتكرر دوريا بحسب شدة هذا الإدمان، فيأتي التبرير ومن ثم الندم ومن ثم التوقف ومن بعدها السقوط والعودة مرة أخرى بسبب حافز معين. إن تتبعنا مسارات البحث في محرك البحث جوجل، نجد أن أكثر البحث يكون عن مفردات جنسية، 116 ألف بحث عن الجنس من الأطفال والمراهقين كل يوم. كل ثانية واحدة يقوم 30 ألف شخص بتصفح مواقع إباحية. كل نصف ساعة يتم تصوير فيلم إباحي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي تنتج 89% من المواقع الإباحية على الإنترنت. وتقدر صناعة الأفلام الإباحية اليوم بأكثر من 100 بليون دولار. وفي المملكة العربية السعودية 50 مليون بحث عن مفردات جنسية بل وشاذة شهريا، أي ما يزيد عن 1.5 مليون بحث يوميا، و70% من ملفات المتبادلة بين المراهقين هي مواد إباحية. هنا مركز المحاكمة وكابح الرغبة لدى الإنسان. تحفيز مركز الرغبة بالإدمان البصري يؤدي إلى إنهاك الناصية وتخريبه، فتضعف المحاكمة لديه وإدراكه للعواقب. ثم يصبح عنده ما يسمى بمتلازمة الفص الأمامي، وهي الاندفاع دون النظر إلى عواقب الأفعال والتركيز على فعل معين وتكراره بصورة وسواسية، والهشاشة العاطفية وتقلبات المزاج. أثناء الجماع بين الزوجين يفرز هرمونين وظيفتهما تعزيز الثقة والتقارب العاطفي لدى الزوجين. غياب هذين الهرمونين عند الاستمناء المصاحب لمشاهدة الأفلام الإباحية يؤدي إلى انفصام الجنس عن الحب وانعدام العواطف الضرورية لإنجاح الزواج، وتصبح لذة مشاهدة الأفلام أكبر من تلك الناتجة عن الجماع، وهذا يؤدي إلى الوحدة والإحباط، فطلاق وتفكك. كان لماليزيا تجربة مميزة تعكس مدى يقظة الدولة تجاه الأثار السلبية والكارثية للإدمان الإباحي، فقامت بتدريس مواد عن الثقافة الجنسية في الإسلام وتضمينها لمناهج دراسية موجودة فعلا مثل اللغات والأحياء والتربية البدنية، بل وقامت بتشجيع الشباب على الزواج في سن المراهقة، وذلك بتقديم حوافز مادية وتسهيل تمليك البيت، بل وتخصيص مرتبات شهرية للزوجين. إن مخاطر الإباحية تتطلب منا تحركا جادا وفاعلا لمواجهتها، ونرى أن نبدأ بخطوات أولى على الطريق. التوعية العلمية والطبية وإظهار مخاطر الإدمان الإباحي الصحية، تشجيع الزواج في سن مبكر وفق أطر جديدة ومبتكرة تناسب الأوضاع الاجتماعية لكل دولة، تضمين مادة الثقافة الجنسية في الإسلام ضمن المقررات الدراسية إما منفردة أو مضمنة بين ثنايا المواد الأخرى،
صناعة إعلام هادف وبناء مضاد للإعلام الإباحي ومنافس له. احتواء طاقات وعقول الشباب عبر الأنشطة الرياضية والثقافية الفاعلة، وعدم ترك مساحة للفراغ الوقتي أو الذهني. إلى كل مدمن، إن انتصارك على الإدمان هو أهم انتصار في حياتك، هو أن تنظر في المرآة فترى إنسانا منتصرا حرا متزنا بكل معنى الكلمة. أما إذا نظرت في المرآة فرأيت نفس هزيلة ضعيفة منهزمة عبدة لأهوائها وشهواتها ومدمنة عليها، فأن لهذه النفس أن تنتصر في الحياة وقد هزت من داخلها. إن النصر الحقيقي لابد أن يبدأ من الداخل، لابد أن يبدأ من النفس، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Thank you.